حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت، عن ميمون بن أبي شبيب، عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم. فكان صلى الله عليه وسلم يحب أن يلبس الأبيض في غالب أيامه المباركة الميمونة، ويدعو أصحابه وأمته إلى ذلك حتى في الكفن، فهو أبهى للنظر وأجمل وأطهر وأطيب كما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا ابن زكريا بن أبي زائدة، حدثنا أبي عن مصعب بن أبي شيبة، عن صفية بنت أبي شيبة، عن عائشة قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غدا، أي في صباح يوم مبكر، وعليه مرط من شعر أسود، والمرط هو كساء واسع من صوف أو شعر أو كتان. وهذا يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبس الخشن من الثياب دلالة على تواضعه الجم وزهده العفيف. حدثنا يوسف بن عيسى، حدثنا وكيع، حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبيه، عن الشعبي، عن عروة بن المغيرة ابن شعبة، عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس جبة رومية ضيقة الكمين. ويؤخذ من ذلك كله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبس الصوف والكتان والخز وغير ذلك في أي البلاد صنعت الخشن منها والرفيع، وكان غالب لبسه من الخشن، وكان يحب اللون الأبيض منها مع أنه كان يلبس غير ذلك. وكان صلى الله عليه وسلم يعتني بنضارة الثوب وطهارته استجابة لأمر الله تعالى: وثيابك فطهر. وبعد، فما زال الحديث في شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم واسعا ومديدا، وفي كل ذلك خلق وعلم، وفي عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم مدد جديد وخير عديد. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا حماد بن زيد عن أيوب، عن محمد بن سيرين قال: كنا عند أبي هريرة وعليه ثوبان ممشقان، أي مطرزان من كتان، فتمخط في أحدهما فقال: بخ بخ. وبخ بخ كلمة تقال عند الرضا بالشيء، ولكن هنا في الحديث استعملت للإنكار. يتمخط أبو هريرة في الكتان: لقد رأيتني وإني لأخر، أي لأسقط فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة رضي الله عنها، مغشيا علي. فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي، يرى أن بي جنونا، وما بي جنون، وما هو إلا الجوع، أي ما كان يصيب أبا هريرة رضي الله عنه من الجوع الشديد الذي كان يغشى عليه منه حتى يسقط على الأرض. وذلك كان يحدث وقت ملازمته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى ذلك أن عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في ضيق شديد، بحيث لو كان عنده صلوات الله وسلامه عليه من طيب العيش لما ترك أبا هريرة جائعا مغشيا عليه. فكان مثلا أعلى في مشاركة الأمة في كل أحوالها وضروراتها، فلا يهنأ بعيش وحوله من حرم منه.
فهو صلى الله عليه وسلم أصبر خلق الله في مواطن الصبر، وأشكرهم في مواطن الشكر. وإلى أمر آخر في شمائله الشريفة، وهو خفه صلى الله عليه وسلم. حدثنا هناد بن السري، حدثنا وكيع عن دلهم بن صالح عن حجير بن عبد الله عن ابن أبي بريدة عن أبيه أن النجاشي أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم خفين أسودين ساذجين، أي لا شعر فيهما ولا نقش، فلبسهما صلى الله عليه وسلم ثم توضأ ومسح عليهما. وهذا يدل على قبوله صلى الله عليه وسلم لهدية النجاشي ملك الحبشة، وعلى مشروعية المسح على الخفين، وإشارة إلى حسن المودة بينه صلى الله عليه وسلم وبين المهدي. وبعد حديث الخف نرى أحاديث أخرى في نعله صلى الله عليه وسلم. حدثنا إسحاق بن منصور، حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي ذؤيب عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة قال: كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان، أي رباطان، رباط لكل فردة. حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري، حدثنا معا، حدثنا مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن عبيد بن جريج أنه قال لابن عمر: رأيتك تلبس النعال السبتية. قال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها. ويفهم من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يختار النعال السبتية، وهي من جلد البقر التي سبت شعرها، أي سقط بالدباغ، فأصبحت خالية من الشعر، فتليق بالاستعمال حال الوضوء والطهارة والغسل وغير ذلك، فلا يتعلق بها وسخ. ومن هذا الحديث تبين حرص سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في لبس هذا النوع من النعال التي كان يلبسها صلوات الله وسلامه عليه. حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري، حدثنا معا، حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمشين أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليحفهما جميعا. إن الحكمة النبوية الشريفة في عدم مشي المسلم في نعل واحدة، أي يلبس فردة ويترك الأخرى دون نعال، لتبدو جلية فيما ينتج عن ذلك من عدم الوقار واختلال المشي وعدم أمن العثار وإيقاع غيره في الإثم لاستهزائه به، إلا لمرض يمنعه من التنعل في رجله المصابة أو لأي ضرورة أخرى. وإذا لم يكن هناك عذر، فإما أن يلبس النعلين في كلا القدمين، وإما أن يمشي حافيا بدونهما. حدثنا قتيبة عن مالك، حدثنا إسحاق، حدثنا معا، حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم، أي بدأ يلبس نعليه، فليبدأ باليمين، وإذا نزع، أي بدأ بخلع نعليه، فليبدأ بالشمال، فلتكن اليمين أولهما ينعل وآخرهما ينزع. حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة قال: أخبرنا أشعث وهو ابن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة قالت:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع في ترجله أي تمشطه وتنعله وطهوره، وهذا من مكارم أخلاقه وشرف سجاياه وجميل طباعه، لأن البدء باليمين فيه بركة وخير، وفيه تفاؤل بأهل اليمين وهم أصحاب الجنة، وفي ذلك خير كثير من الفضل والإحسان. أيها المستمعون الكرام، في أنوار شمائله صلى الله عليه وسلم تستمد إنسانيتنا جمال الخلق وكريم الخصال، فنصل الآن إلى ما جاء من أحاديث خاصة بخاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الخاتم الذي كان يلبسه أو يختم به. وهذا الخاتم الذي نحن بصدده هو غير خاتم النبوة، وهو العلامة التي بين كتفيه صلى الله عليه وسلم دليلاً على نبوته ورسالته إلى العالمين. حدثنا قتيبة، حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتماً من فضة فكان يختم به ولا يلبسه. قال أبو عيسى: أبو بشر اسمه جعفر بن أبي وحشي، وقيل في ذلك إن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ هذا الخاتم حين أراد مكاتبة الملوك ليدعوهم إلى الإسلام، إلى دين الله الحنيف، وكان ذلك حوالي سنة 6 من الهجرة الشريفة. ونأتي إلى الحديث التالي الذي يبين لنا ماذا كان مكتوباً عليه. حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، حدثني أبي عن ثمامة عن أنس بن مالك قال: كان نقش خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد سطر، ورسول سطر، والله سطر. ويؤيد ذلك ما جاء في البخاري: كان نقش خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أسطر، وكان يلبسه في يمينه وهو مستدير الشكل، كما رؤي في بعض الرسائل والكتب التي أرسلها إلى الملوك والحكام يدعوهم فيها إلى الإسلام. وروي أنه كان يجعل فصه المنقوش عليه للداخل فيما يلي الكف صونا لتلك النقوش من التصادم بالأشياء الصلبة، وهذا هو الخاتم الذي كان يطبع، وكان له خاتم آخر لا يختم به كما ورد في بعض الأحاديث الشريفة. حدثنا نصر بن علي الجهضمي أبو عمر، وحدثنا نوح بن قيس عن خالد بن قيس عن قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى ملك فارس، وقيصر ملك الروم، والنجاشي ملك الحبشة، فقيل له: إنهم لا يقبلون كتابا إلا بخاتم، فصاغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما حلقته فضة ونقش فيه محمد رسول الله. ولذلك يندب اتخاذ خاتم من فضة للرجال، ويلزم أيضا ختم الأحكام والعقود والمراسيم وغير ذلك من المكاتيب الهامة، حتى لا يتطرق الشك بين الناس في مضمون ما كتب. وهكذا نأخذ من سنته صلى الله عليه وسلم سبل الحياة الآمنة. حدثنا إسحاق بن منصور، حدثنا سعيد بن عامر والحجاج بن منهال عن همام عن ابن جريج عن الزهري عن أنس
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمة، والخلاء هو المكان الخالي في الأصل، ثم استعمل في المحل المعد لقضاء الحاجة. ومن هنا يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تعظيم أسماء الله تعالى، ويعلمنا أن كل شيء فيه ذكر الله تعالى لا يكون في هذا المكان، وما يشمل ذلك من القرآن وكتب العلم والصحف وما وراء ذلك. وبذلك يحرم شرعا أن يدخل المسلم والمسلمة هذا المكان ومعه خاتم منقوش عليه اسم الله أو غير ذلك كما بينا. وهذه معصية يقع فيها كثير من الناس، لدرجة أنهم يقرؤون كتبا وصحفا في هذه الأماكن التي نهى الإسلام عن فعل ذلك فيها. حدثنا محمد بن سهل ابن عسكر البغدادي، وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن حسان حدثنا سليمان بن بلال عن شريك ابن عبد الله بن أبي نمر عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتمه في يمينه. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الله بن وهب عن سليمان بن بلال عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر نحوه، أي بمعناه، وهذا تأكيد للحديث. حدثنا محمد بن أبي عمر حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة وجعل فصه مما يلي كفه، ونقش فيه محمد رسول الله، ونهى أن ينقش أحد عليه، وهو الذي سقط من معيقيب في بئر أريس. قال الإمام النووي رضي الله عنه في قوله وجعل فصه مما يلي كفه، هو أبعد عن الزهو والعجب، وأحفظ للنقش الذي فيه من أن يحاكى أن ينقش مثله، أو أن يصدم بصلب فيغير نقشه الذي اتخذ من أجله. وهذا الخاتم الذي سقط في بئر أريس من معيقيب، وكان معيقيب هذا يحمل خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر عثمان بن عفان رضي الله عنه في زمن خلافته. وقيل إن معيقيب كان به مرض الجذام فبرئ منه ببركة حمل خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا قيل كان بأنس علة، كان بأنس علة من برص، فشفي بإذن الله تعالى ببركة النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن عبيد المحاربي حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب فكان يلبسه في يمينه، فاتخذ الناس خواتيم من ذهب فطرحه وقال لا ألبسه أبدا، فطرح الناس خواتيمهم. واتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخاتم من الذهب كان قبل تحريم الذهب على الرجال، هذا من جانب. ومن جانب آخر أنه صلى الله عليه وسلم لما رأى الناس قد فعلت مثله صلوات الله وسلامه عليه، وقد يكون في ذلك زهو وعجب من بعضهم أو يخشى عليهم من ذلك، فسارع إلى طرح هذا الخاتم حتى يتبعونه في ذلك، حيث هو القدوة الحسنة. وفعله صلى الله عليه وسلم هو الأثر القوي في نفوس الأمة، وكان ذلك فخلع الناس خواتمهم
اقتداء بالرسول المعصوم صلى الله عليه وسلم، ثم كان تحريم الذهب على الرجال وكذلك الحرير، حيث ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج على الناس ذات يوم وفي إحدى يديه حرير وفي الأخرى ذهب، ثم قال: هذان حلال لنساء أمتي حرام على رجالها، فلا يجوز بذلك استعمال الذهب للرجال على أي صورة من صور الاستعمال، في خاتم أو دبلة كما يقال، أو حلية في ملبس، أو حلية لمفاتيح، أو غير ذلك مما شاع بين المسلمين في هذا الزمن، وهم يعلمون الحرمة والنهي عن ذلك. فالذهب للرجال معصية مستمرة، وهو قطعة من نار يلبسها الرجل في يده، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف: يعمد أحدكم إلى قطعة من نار فيلبسها في يده. وقانا الله وإياكم شر المعصية والمخالفة، ورزقنا وإياكم حسن الطاعة والعمل.